تجسد بلوحة فنية إبداعية مع الفنان التشكيلي والمدون الأستاذ محمود بوليس معنا عبر الهاتف. ألو، صباح الخير. ألو، صباح الخير ست صباحك أستاذ أحمد، صباح المشاهدين جميعا. يعطيك ألف عافية يا أستاذي. طبعا يعني أنا بدي أتشكرك أنه أنت الحاضر دائما بجميع التغطيات والمناسبات. حضرتك موجود يعني منذ أكيد كل ما يحدث في عالمنا العربي، تواكب عبر ألوانك وعبر ريشتك. ومؤخرا أكيد نحن نعيش اليوم وباء فيروس كورونا، خبرنا أكثر عن دور الفن التشكيلي الذي لا يتجزأ على الإطلاق من الدور العالمي لمحاربة وباء فيروس كورونا. يسعد صباح المشاهدين جميعا. طبعا هذا واجب علينا جميعا كمبدعين ومثقفين في كل المجالات. طبعا مثل أي إنسان بيتابع الأخبار والأحداث عبر هذا الكوكب الذي نعيش عليه، ولأن الفن أنا بالنسبة لي ثقافة ورسالة إنسانية، ومن هذا المبدأ أعمل لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية، ولأن اللوحة لغة مشتركة بين كل شعوب الأرض، فمن خلالها أنقل هذه الرسالة الإنسانية، لأنها ممكن تكون يعني رسالة أوضح أو سريعة الانتشار. تماما. طبعا أتابع الأخبار طبعا من البداية، طبعا أدركت وأخذت الموضوع، موضوع الكورونا، على محمل الجد من البداية، فكانت من البدايات أول لوحة ممكن رسمت، صحيح. اللي هي الكمامة على الكرة الأرضية لسرعة انتشار هذا الفيروس الخطير نعم. والفتاك. طبعا ومن خلال المشاهدة والمتابعة حاولت اني انا اسلط الضوء من خلال الكتابات ومن خلال السكتشات، فتأيت اني انا ارسم لوحات تكون فيها نوع من التعبير المباشر، يعني عشان تسليط الضوء على هذا الموضوع صحيح. وسرعة انتشاره. حاولت اني انا ارسم اكثر من لوحة، فكانت اللوحة الاولى هي من خلال لباس الكمامة للكرة الأرضية، لانه توقعت يعني انه مثل اي انسان متابع انه ممكن شار ينتشر لكل الكرة الأرضية، وفعلا يعني حتى الآن هذا الكائن غير مرئي بالعين المجردة اجتاح الكرة الأرضية ووصل يجسد خطر على هذا الكوكب اللي نعيش عليه. تماما. وطبعا نرى الصور الإبداعية من إبداع حضرتك بموضوع يعني التصدي لوباء فيروس كورونا. كنت أول فنان عربي وربما عالمي يرسم هذه اللوحات للتصدي لكوفيد 19. مؤخرا تم إطلاق لوحة لحضرتك تمثل خط الدفاع الأول من الدفاع المدني والجيش والأطباء والإعلاميين. خبرنا أكثر عن هذه اللوحة الجميلة المعبرة عن واقعنا اليوم، عن خطوط الدفاع الأولى. طبعا لا، ضروري جدا انه يكون في شكر لكل انسان بيقدم خدمه لهذه البشريه، واحنا نعيش على كوكب ضروري يكون الانسان انسان. من خلال المتابعه طبعا هناك خط الدفاع الاول اللي كان مواجهه لهذا الفيروس الفتاك وحمايه لكل انسان، الاطباء والامن والاعلام كان دور لهم قوي جدا في هذا الموضوع، لانه تنقل الحقيقه. تمام. فطبعا عشان اوصل الرساله واشكرهم جميعا، فحاولت اني ارسم هذه اللوحه اللي كانت الاطباء يحضنون الوطن طبعا الغالي، وخط الدفاع في مواجهه كورونا، وطبعا في نفس اللوحه حاولت اني انا اسلط الضوء على الاجيال القادمه، لان هاي الحمايه اي انسان بيتعامل بهذا الموضوع بحذر ويلتزم التعليمات بيحاول ان يحمي عائلته اسرته الوطن والاجيال القادمه، فهي الحماية لإله ولعائلته للوطن جميعا، تمام. فكانت الوقاية ضرورية جدا. طبعا هذا رسالة اللوحة هاي لوحة شكر لجميع الأطباء الطواقم الإعلامية، على رأسهم وزير الصحة تمام. دكتور سعد جابر، يعني عن جد أنا كثير كثير بتشكره على الحكمة والحنكة اللي تعامل معها بهذا الموضوع. أكيد. وكانت فكان مبادرة جميلة من حضرتك أنه يعني ما بعد هذه اللوحة اللي حضرتك جسدت فيها الجنود والجيش والأطباء والإعلاميين، رسمت أيضا للدكتور طبعا معالي وزير الصحة سعد جابر اللي حاضر يوميا عم يطمننا، وأكيد عم يبث روح الأمل لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. خبرنا أكثر عن هذه اللوحة اللي انتهت طبعا قبل ساعات. طبعا انتهى الفترة بسيطة جدا،
هي طبعا زي ما حكيت لك ضروري جدا يكون في شكر لكل انسان بيقدم خدمه وانسان يستحق الشكر. فانا طبعا من خلال اللوحات حاولت اني انا انقل، لانه انت عارف احنا كنا في المنازل لا نستطيع ان نتواصل مباشره، فمن خلال هاي الاعمال ممكن انت تقدم اي تكريم لمن يستحقون من خلال المبادرات التي نقوم بها. فحاولت اني انا اشكر معالي الدكتور سعد جابر من خلال هذه اللوحه، لانه فعلا يستحق التقدير والشكر على ما قام به، وفعلا اثلى شذوره بقراراته الحكيمه وبما كان يتعامل مع هذا الملف بحكم. يعطيكم الف عافيه. يعني اليوم نتحدث عن دور الفن التشكيلي، هذا الدور الكبير الذي لا يتجزأ عن اي دور على الاطلاق. كلنا سفراء وكلنا نسعى من خلال مناصبنا ومن خلال اعمالنا لحتى نحارب هذا الوباء العالمي. الى اي مدى اليوم برأي حضرتك استاذي الفن التشكيلي فعلا يعني له دور بكل زمان ومكان، حتى ولو كنا بالحجر المنزلي لابد للوحه ولابد للالوان ان تعبر عما يحدث اليوم؟ مثل ما حكيت لك، هي اللوحة هي لغة مشتركة بين كل شعوب العالم، فمن خلالها الواحد ممكن ينقل أي رسالة أو يوصل أي رسالة للعالم. فهي هناك مبادرات عديدة في خلال هذا الزمن، لأنه مش بس نحن بالأردن، هون في كل العالم هناك مبادرات، ومن خلال الفنون الجميلة بشكل عام هناك في مبادرات لتسليط الضوء أو تخفيف الألم أو الحجر الموجود في العالم من خلال التواصل الاجتماعي، وفي مبادرات لتوصيل الرساله، اللي طبعا في عندك كثير مواضيع من خلالها ممكن الواحد انه يقوم بتوصيل الرساله من خلال الفن. طبعا احنا ضروري جدا كمان نبث الامل للناس من خلال هاي الاعمال، من خلال التوجيه. فبالمقابل كمان لازم يكون في نوع من الامل بالعمل الفني، ولكي تستمر الحياه طبعا لازم يكون في نوع من تسليط الضوء على هذه القضايا. تماما. في مبادرات عديدة مثل ما حكيت لك طبعا في كل على هذا الكوكب كامل. طبعا نشاهد يوميا، نشاهد هناك المبادرات في كيف ممكن توصل الرسالة، وفي مبادرات من فنانين ومثقفين ومبدعين ومن شعراء ومن مطربين. طبعا هذا طبعا نوع من زي ما حكيت لك التخفيف. نعم. هي الوقاية خير من العلاج، وهذا اللي انا ادركته من بداية ما شاهدتها. تماما. الفيروس هذا سريع انتشار خطير جدا، لكن يمكن السيطرة عليه من خلال الوقاية. فهذا تمام. الموضوع المهم جدا انك انت تظل تحاول تعلم الاخرين اذا عندك اي نوع زي ما حكيت من خلال منصب اي شخص. تماما. كيف انت ممكن تكون من خلال مكانك ممكن تقدم الليش اللي بدك اياه عشان الانسان يلتزم. فعلا كل انسان ادواته ومكانه وكلمته وصورته الشيء اللي بيقوم فيه في مكانه، فممكن ينقل هاي الرساله. فكانت في مبادرات عديده. نعم. وكان في نوع من التفاعل. يعطيك الف عافيه استاذ محمود. يعني بختام حديثنا، ان شاء الله الاردن سينتصر وجميع دول العالم ستنتصر على هذا الوباء. هل سنرى معرض ان شاء الله بعد الانتصار على هذا الفيروس لحضرتك؟ طبعا اكيد ضروري جدا. انا من خلال هاي الفتره ممكن يكون في عمل عن طريق التواصل الاجتماعي ان شاء الله. طبعا هلا في معارض بهي الطريقه، وثانيا اكيد لازم يكون نتحدث مثل هذا بحجم هذا الموضوع، لازم يكون في توعيه عشان ما تتكرر هذه باذن الله تعالى، لانه احنا بهمنا كمان سلامه البشريه جمعاء. الانسان طبعا مهم جدا ان الواحد احنا دورنا ان نحاول نساعد في توصيل هاي المعلومات والثقافه والوعي للعالم. فضروري جدا يكون في نوع من تسليط الضوء على مثل هذه القضايا وفي مثل هذه الازمات. طبعا ضروري جدا. يعطيكم الف عافيه. انا بدي اتشكر هذا المجهود الكبير الفني والرائع، دائما حاضر في كل زمان ومكان، الفنان والمدون الأستاذ محمود البوليس. شكرا من القلب لهذا الفن، شكرا من القلب لهذه الألوان. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لجميع الطاقم الإعلامية وخط الدفاع الأول، الطاقم الطبية يسهرون على أمن الوطن والمواطن. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. اذا اكيد مع هذا الابداع مشاهدينا الكرام بابداع الفنان محمود البوليس بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم. دمتم بامان الرحمن ورعايته، موعدنا يتجدد يوم الغد، الى اللقاء.